عندنا ارتفاع في الاسعار، عندنا ارتفاع في الاسعار، الكل بقى يتكلم على ارتفاع الاسعار، الكل بقى يتكلم على ارتفاع الاسعار، اللي كنا بنقوله من سنه النهارده بيطلع احمد موسى بيقوله، بيطلع عمرو اديب بيقوله، بيطلع محمد الباز يقوله، بيطلع الكل يتكلم فيه ان في ارتفاع في الاسعار. الفرق ان هم لازم مبرر ان ارتفاع الاسعار لان في حرب. طب يا جماعه ده الحرب دلوقتي حصل يعني معاهدات كتيرة وحاجات كتيرة خلت ان الامور اللي رفعت الاسعار جدا زي الغاز، اسفة مش الغاز، زي مثلا الطاقة، زي الحبوب، الكلام ده بقى فيه يعني حركة فيها وبتنزل في العالم كله. عندنا لسه بترتفع، مفيش كل حاجة عندنا ليه بتغلى؟ ادوية، سلع غذائية، محاصيل زراعية، كل حاجة بترتفع. فيطلع الاستاذ محمد الباز ومش قادر يقول ان مفيش ارتفاع في الاسعار، لكن اعمل ايه بقى دلوقتي؟ الاخوان، الاخوان بيستغلوا فكره الاسعار عشان يعملوا فتن. الاخوان اللي رفعوا الاسعار كويس من فتره كده، هي واحد سخيف يعني، لا يعني مش سخيف كتير، من فتره كده كان يقول لك هو انتوا ايه عاملين الاخوان شماعه؟ لا، هو الاخوان مش السبب في رفع الاسعار، بس هو بيستغل رفع الاسعار ليه بالظبط؟ لا بيستغلها لزرع فتنه. واحد داخل قال لك هم الاخوان اللي رفعوا الاسعار كويس من فتره كده، هي واحد سخيف يعني، لا يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ مين مستضيف مين؟ يعني مين مقابل مين؟ يعني لماذا يعني هذا الاستاذ وهذا الاستاذ؟ يعني مين جايب الثاني؟ يعني الاستاذ نشأت الديهي مستضيف الاستاذ محمد الباز، يعني مع ان يقدر يقول نفس الكلام يعني. عموما طبعا ده كلام مش صحيح. وهقول للاستاذ محمد الباز حاجه يعني بكل صدق، الاخوان اللي حضرتك متخيل دلوقتي ان هم قاعدين بقى شغلين بالهم بمصر وازاي نزرع فتنه هنا وازاي نقلب الدنيا هنا وازاي مش عارف ايه، الاخوان عندهم حاجات كتيره دلوقتي اهم. كل تفكيرهم دلوقتي المعتقلين اللي جوه السجون، ان معتقلينهم اللي بقالهم يعني قربوا من 10 سنين يخرجوا، عندهم بعض المشاكل اللي مش غايبة عن حد، الداخلية اللي واخدة يعني كتير من وقتهم. انما فكرة ان الاسعار تزيد فيعملوا فتن، لا، هي الاسعار لما بتزيد الناس بتضرب كف على كف، الاسعار بتزيد الناس بتقعد تشتم في كل اللي بيدعم فكرة غلاء الأسعار، الأسعار بتزيد بتلاقي الناس على طول دماغها بتفكر إزاي إنها تطلع لبرة تشوف شغلانة برة، تهاجر. وأدينا جبنا لكم الأسبوع اللي فات يمكن أو اللي قبله مؤشر الهجرة في مصر عامل إزاي، والأعداد ضرب 100 تقريبا اللي بتفكر في الهجرة، مش اللي بتفكر، اللي هاجرت بالفعل واللي أعلنوا وهم خارجين من مصر مهاجر مش مسافر. فالحقيقة يعني اجيب لك رد من حته تانية، وده الرد ده جاي من الاستاذ عمرو اديب، مش من بقى الاخوان ولا مني ولا من اي حد. استاذ عمرو اديب بنفسه وسمعناه بوداننا وهو بيقول لك في حاجه غريبه بتحصل في مصر، الاسعار في العالم كلها بدات تنزل لكن في مصر ما زالت بترتفع، ولو احنا دلوقتي كده فانا بقول للناس ان يعني اللي جاي اصعب، القادم اصعب. ارقام مذهله، قفزات 200 و300%. طب يا جماعه هو التضخم نسبته كام؟ او يعني ليه الحاجه زايده كده عن اي حته في العالم؟ الاهم بقى يعني، وده هذا امر انا مستغربه، انت شايف الوضع كده وعارف ان الدنيا كده، وانا بقول لحضراتكم اهو بشكل واضح صريح ان من هنا لاخر السنه اهو واضح، وانا ده حاجه احاسب عليها، وانا ما بتكلمش في الموضوع ده غير بحاجات اتحاسب عليها، عمري ما قلت لكم على حاجه في هذا الامر الحمد لله وطلعت غلط. هي اصعب شهور من اول الازمه، مش اغلاها، اصعب على الدوله وعلى الفرد من هنا لاخر السنه، ان يدبر الفرد مصاريفه وان تدبر الدوله مصاريفها من هنا لاخر. ارقام مذهله. فخار يخبط في بعضه، استاذ محمد الباز بيقول الاخوان بيستغلوا وبيعملوا فتن والدنيا زي الفل، الاستاذ عمرو اديب اهو طالع بيقول لك بترخص الاسعار في العالم كله الا في مصر ومش لاقي مبرر، وبيقول للناس وللدوله جهزوا بقى ايه احتياجاتكم كده للكام شهر اللي جاي لان اللي جاي اصعب. معرفش بيجيب المعلومات دي منين. ومن اللي جاي اصعب، كان في اول امبارح تقريبا
اول امبارح كنت طلعت وقلت لكم ان في زياده في اسعار اللبن السائل تحديدا، وقلت لكم ان في زياده من جنيه ل4 جنيه حسب المنطقه وحسب مش عارف ايه، والزياده على اللبن البقري قد كذا والجاموسي قد كذا، وكان في بعض الاخبار كده اللي طلعت وقالوا لا ده الكلام ده مش حقيقي وكذب وفتن، زي ما طلع كده الاستاذ محمد الباز وبيقول بعد تقريبا اقل من 48 ساعه، احنا كنا اول امبارح، طلع الاستاذ حازم المنوفي وبيأكد اللي قلناه، وبيأكد ان اسعار الالبان ارتفعت في السوق المحلي، سواء اللبن السائل سواء اللبن العلب المبستر اللي بيباع في الشركات، واضاف لنا منتج جديد وهو الزبادي. الزبادي كمان سعره ارتفع، الزبادي ارتفع تقريبا حوالي 50 قرش على العلبة، العلبة الصغيرة اللي هي بتاعت الأطفال دي، العلبة الصغيرة اللي هي في مصر المعلقتين دي سعرها ارتفع 50 قرش في كل علبة، ودي طبعا معروفة في مصر عندنا ده غذاء الأطفال، يعني ما فيش أسرة في مصر عندها طفل لغاية سن سنتين أو 3 سنين ما عندهاش الزبادي ده، لأنها بنتعامل على أنها وجبة أساسية ووجبة رئيسية للطفل، تحط له بقى فيها بسكوتة، تحط له فيها معلقة عسل ولا معلقة مربى، آدي وجبة عندك للطفل، فدي كمان زادت. فإحنا اللبن السائل اللي بيتباع في محلات الألبان ده ارتفع، اللبن العلب ارتفعت في نفس اليوم اللي زادت فيه البنزين ارتفع هو كمان، والنهاردة الزبادي، والجديد كمان أن كل منتجات الألبان، كل منتجات الألبان هي كمان ارتفعت بنسبة يعني ممكن توصل ل4 جنيه، من جنيه ل4 جنيه، وما اعرفش رقم من جنيه ل4 جنيه ده عاجب بتوع قطاع الألبان فكله شغال عليه. برضو ويمكن امبارح قلت لكم الذرة الصفراء والردة هي كمان أسعارها ارتفعت، وقالوا إن يعني نتوقع إن هيكون في ارتفاع في أسعار الدواجن وأسعار المواشي وأسعار اللحوم بسبب الارتفاع اللي حصل على الذرة والردة وما شابه. ناس كتيرة النهاردة كانت متوقعة إنها تصحى تلاقي الذهب تحت، وده بسبب ارتفاع سعر الفايدة في أمريكا، فإن ده بيأثر، لأن احنا قلنا إن في علاقة طردية كده، الدولار يطلع الذهب ينزل، ده بيحصل في كل حتة في العالم ما عدا عندنا. بيحصل معانا عندنا ليه؟ لأن الناس في مصر لسه يعني هي متعودة على إنها بتشتري بالجنيه. أنت عايز تعرف، وده برضو نقطة مهمة أقولها لكم، عايز تعرف السعر الحقيقي للجنيه المصري كام، ادخل مثلا وشوف الذهب بكام في السعر العالمي، لأن في السعر العالمي هتلاقيه بالدولار، فأنت لما تجيب سعر الجنيه وتحطه على الدولار اللي محطوط في سعر الذهب هتعرف القيمة الحقيقية للجنيه، مش اللي بيتكتب على البنك المركزي ولا اللي بيتكتب على جوجل، تعرف القيمة الحقيقية من حاجة زي كده. الذهب اللي الناس توقعت انه يعني سعره ينزل في مصر طالع كده. الذهب 24، ذهب 24 ده مش موجود عندنا في مصر قوي، يعني دايما اكتر موجود في دول الخليج، وهو ذهب اكتر وبيبقى ليه حتى كده في الشغل بتاعه بيبقى مختلف شويه، يعني مش من نوعيه الذهب او المصوغات اللي منتشره عندنا في مصر، لكن سعره في مصر 1137. انا شفته النهارده ال 24 شفته ب 1004 ما يوازي 1004، يعني تقريبا حوالي 1010 مصري تقريبا على السعر الرسمي، 1010 رسمي عندنا في مصر 1137، في 127 جنيه ضايعين كده مش عارفة عند مين. ال 24 وده الأكثر انتشارا في مصر ده ب 995، ال 18 ب 853، ال 14 وده يعني تقريبا مش موجود في مصر الا عند يعني حته معينه ومش موجود لان في مصر بنتعامل معاه لانه اكسسوارات، يعني ب 665، 665 اللي هو زمان على ايامي انا كنت بتعامل على ال 14 ده انه اكسسوار، يعني اكسسوار يعيش معاك شويه، بقى ب 665. جنيه الذهب وصل ل 7900
وستين وقية الذهب بألف سبعمية تلاتة وأربعين دولار. معرفش الحقيقة الأسعار دي ممكن تخلص إمتى، الأسعار تبقى متمشية مع الأسعار العالمية إزاي. إحنا عندنا الأسعار فعلا أغلى من الأسعار العالمية، ودي حاجة فعلا أنا مش قادرة أفهمها وقادرة أستوعبها. إحنا دولة فقيرة، مصر دولة فقيرة، وبتكلم هنا على الصورة العامة، مش بتكلم بقى على إن مصر منهوبة ومصر مليانة خيرات ومصر مش عارف إيه، لا، مصر في تصنيف الدول دولة فقيرة، فليه أسعار فيها أغلى من كل العالم؟ أنا برضو مش فاهمة ده بيحصل إزاي. وأهم حاجة، شفت حاجة والله على تويتر امبارح النهاردة كان لازم أجيبها أعرضها، بيقولك إحنا بقينا العاصمة الإدارية الجديدة دي بقت رمز الأغلى حاجة وأفضل حاجة في شعب مش لاقي ولا حاجة. إحنا بنعمل دلوقتي أكبر نافورة راقصة في أفريقيا والشرق الأوسط، أكبر نافورة راقصة في أفريقيا وفي الشرق الأوسط مصر بتعملها في ساحة اسمها ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة معرفش كام مليار جنيه كده، عشان الشعب يتفرج على المايه اللي بترقص. الشعب اللي عايز ياكل مش مهتم بالنافوره اللي بترقص خالص، هو عايز ياكل، عايز يربي عياله، عايز يعلمهم، عايز يعالجهم، عايز يلاقي لهم مستقبل، مش عايز ياخدهم ويدفع بقى معرفش كام مواصلات عشان يوصل للعاصمه الاداريه الجديده لو عرف يدخلها ويقعد في ساحه الشعب ويتفرج على النافوره اللي بترقص. أكبر نافورة بترقص، أكبر ساري، أكبر علم، أكبر مسجد، أكبر كنيسة، أكبر مش عارف إيه. إحنا بنصغر وكل حاجة في العاصمة الإدارية الجديدة لازم تكبر، لازم تبقى أغلى، لازم تبقى مش عارف إيه 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 إيه. والناس بتشد في شعرها من كوباية زبادي ومن بيضة ومن حتة لحمة، العيال بقوا خلاص يعني بيستنوها من الشهر للشهر زي العيد كده، فرحة العيد. النهاردة الأستاذ تامر أمين طالع بيقول إن وزارة التموين بتسيطر على أسعار البيض، هو يعني لازم العين الحمراء. والنبي يا أستاذ تامر أنت معرفش إيه علاقتك بالعين الحمراء، مرة تقول حمر عينه للدولار نزل، وده ما حصلش ما حصلش. النهاردة يقول لك حمرنا عيننا للبيض البيض نزل، أي يعني هزي. تعالوا نسمعه. فأول ما دخلت أهو وزارة التموين البيض نزل، كرتونة البيض نزلت من 60 جنيه، من 90 جنيه ل 60 جنيه، 62 65 حاجه كده على الاكثر يعني. هو السؤال هنا يا اولاد الحلال، يا اصحاب البيض، يا اصحاب الفراخ، يا اصحاب المزارع، لما هو نقدر اهو، لما نقدر اهو في يومين في 48 ساعه، هو الدولار نزل، اليورو نزل، الاسترليني نزل، ولا حاجه نزلت. لكن لما تقدروا اهو في 48 ساعه تنزلوا الاسعار المعقول شويه شويه، ما بقولش معقول لان المفروض اكتر من كده، بس معقول شويه. طب ما تعملوها لوحدكم، لازم تدخل الدوله ولازم وزاره التموين تجيبكم وتقول لكم لازم ينزل الاسعار مش عارف ايه عشان في ازمه ولازم نقف جنب المواطن وبتاع، ولازم كمان تديكم العين الحمراء لان في الاجتماعات دي اكيد بيبقى في تهديد مش عارف ايه، فبالتالي تقولوا لا 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 خلاص هننزل السعر. طب ما ننزل لوحدنا، ما نفكر في المواطن لوحدنا، لازم العين الحمراء، لازم الكرباج، لازم يبقى فيه قرصه ودن، لازم يبقى فيه تدخل من اي شكل. انا بس بجد انا خايفه لا يكون مصدق، أنا خايفة لا يكون مصدق اللي هو بيقوله. كرتونة البيض اللي أعلنت عنها وزارة التموين اللي ب 65 جنيه، ب 65 جنيه، فكده الدولة اتدخلت وحمرت عينيها للوزارة، فالوزارة نزلت السعر 65 على 30، يعني بنتكلم إن أو الوزارة نزلته ب 62، لكنه كان موجود في أو يعني زي ما أعلنوا أنا شفتها مكتوبة ل 65 جنيه، بس هو السؤال فين الكرتونة دي؟ الناس ما لقوهاش، إحنا سمعنا إنها نزلت، لكن الناس ما كانوش بيلاقوها. تقول لي بقى التجار أخدوها، ناس من اللي في الوزارة أخدوها يبيعوها في سوق سودا، أنا ما أعرفش، أنا اللي عارفاه إن الناس كلها بتتكلم إن كرتونة البيض سعرها مش تحت ال 75 جنيه وما يعني ما بيعديش ال 80 جنيه، أم 62 و 65 دي لا أنا ولا الناس اللي أعرفهم شافوها ولا سمعوا عنها ولا حد اتكلم عنها. لكن إحنا طول الوقت بنحب نجامل يعني كده ونحب نبين إن إحنا دراعكم اليمين ولسانكم الشمال ومش عارف إيه، والعين الحمراء دي طول الوقت يعني ممسوكة. وعموما أنا هقول للأستاذ تامر أمين الرد مش من عندي، الرد من عضو مجلس النواب،
عضو مجلس النواب الأستاذة فاطمة سليم. الأستاذة فاطمة سليم امبارح في تصريح ليها قدام حضراتكم، امبارح ايه؟ النهارده، النهارده اهو قدام حضراتكم الساعة 1 ظهرا على جريدة الشروق، بتقول أسعار كراتين البيت خيالية ولا تتماشى مع أحاديث المسؤولين، لا بتتماشى مع أحاديث المسؤولين حوالين إن هم خفضوها، ولا بتتماشى مع أحاديث المسؤولين إننا عندنا اكتفاء ذاتي، ولا متماشية إطلاقاً مع دخل الفرد المصري، ولا متماشية أبداً مع السعر العالمي للبيض. يعني بصوا هقول لكم على حاجة، دايماً إيه السؤال اللي بيتسألوا، يعني مرة وأنا بتكلم على متوسط دخل الفرد لقيت حد يقول لي أمال عندك كام؟ هو اولا انا ماليش دعوه باللي عندي، انا هنا ضيفه ان شاء الله، طولت قصرت انا ضيفه، بلدي هي اللي بتكلم عنها وبلدي هي اللي انا راجعاها، بعد شهر بعد سنه بعد 50 سنة انا هرجع بلدي، هي اللي ليا، ترابها وارضها اللي ليا. فانه يقعد يقول لي ايه شوف عندك بكام وشوف عندك بكام، اه بقى كرتونه البيض تحديدا سالت عليها ب 40 ليره يعني ما يساوي 45 جنيه مصري او اقل شويه، بس قول 45 جنيه مصري. حلو كده اهو، عشان بس اللي بيسالني امال البيض عندك بكام؟ ب 45، وفي مصر ب 75، والحد الادنى للدخل هنا 5500 ليره يعني حوالي 6000 جنيه مصري، والدوله بتكفل التامين الصحي وبس، مش هقول حاجه تاني، خلاص قلت اللي عندي بكام يعني اللي هنا. فالحقيقه النائبه زي ما قلت لكم فاطمه سليم هي اللي بترد على الاستاذ تامر امين وبتقول له عايزين تدخل حقيقي من المسؤولين، ازاي كرتونه البيض، كرتونه البيض قربت من سعر اللحمه، وانا برضو ما اعرفش بتتكلم عن انهي لحمه، اللحمه ب 200 جنيه يعني تقريبا، يعني عايزه تقول انها قربت من 50% من سعر كيلو اللحمه. فالاسعار نار، لا الدوله حمرت عينيها ولا الوزاره عملت حاجه بحق وحقيقي، يعني البيض غالي، اللبن غالي، الجبنه غاليه، الناس تاكل ايه؟ الناس تاكل ايه؟ والله بدل ما بتقول للناس وفكروا في المواطن، والله فعلا انا ساعات بفكر الناس تاكل ايه لما اللحمه بكذا والخضار بكذا الرز بكذا المكرونه بكذا الزيت بقد كده. يعني حتى انك تيجي اسره تقول لك بالليل انا هعمل للولاد شويه مكرونه، احمر شويه بطاطس، لا الزيت بقى سهل، تجيب ازازه زيت تضيع نصها في تحميرتين بطاطس دلوقتي، ولا حتى المكرونه زي زمان ببلاش كان بجنيه، باين كان كيس المكرونه بجنيه، النهارده كيس المكرونه بكام؟ عايزه حد يقول لي كيس المكرونه بكام؟ ازازه الزيت بكام؟ كيلو البطاطس بقى بكام؟ اللي هو لا لحمه ولا فراخ ولا بروتين ولا اي حاجه، اي كده نشويات بتسدوا بيها جوع الاولاد الصغيرين.